لا لا اعمل حلمي يا ابراهيم. هذيك المغربية اش قالت لك حمزة؟ بس اللي حلمي اجمعك علي قلت حتى ترك حريري بحالي قلت لك حريريك ولا احنا ماني عندنا الحريق ولا لما جيت القلعي يا حمزة ولا انت مالي على الحريق اوكي ليش هي توحشتك يا ابراهيم صاحبي ولا توحشتك الله يسلمك الله يسلمك البارح ما درتش ليفاني يا مرت علاش عندك؟ مرت الباسر البارح خرجوا لي شي حمزة شهي الباسر خرجوا لي البارح من الحار ربي يخمو قلبك والله عاش كاش واحد يدخلهم مش انت كنت تدخلهم بكري شهي شو كنت تدخل الباشر بكري واه وضروك بطلت ولا لا لا خاطيني يا ودي هو قال لي بالبارك عليك الحانوت تتقشر انا ما زعما حليت وشاي كلبوه الله يسلمك شات تبيع غير تقشر برك بنبيع غير تقشر واه اللي تقاشروا الملابس الداخليه فيهم الدراهم ان شاء الله ابراهيم وين بيت حل الحانوت وين ابراهيم بدل لك في بليسيتي مخيله اللي سمعتكم اسكت يا حمزه اسكت هذه مرت خويا اي او روحي هضري في الكوزينه يا ولدي يا ودي او روحوا هضروا في الكوزينه يا بزاف ولدي والحوش شمع الغاشي شكاين قلت لهم بعد نفس لك ابراهيم يجي يديك ام حاسبينك ابراهيم صحيح وتروح تدي صوالح وتجيبو كاع حاسبينك صحيح هيا كبشو هذي ما رانيش لايف عاوني كبشو وكراك في الجيست دير جولة حمزة دير جولة ودي راك جيست ما نقدرش ندير معاك دولة لازم تحل لايف قول والله ابراهيم هو مرسول الحب تاع الخيمة ابراهيم دير شو لايف خويا بخاف اقول ما يديروا لي ابوني حمزة قول لهم خاوتي ديروا لك شو ابوني بان نطلعوا نديروا الجولة ابراهيم وانا كن حل حل برايك لا كن حل برايك راك مازال راقد ما نتش اني راقد والله لاني راقد اي حمزه البارح على ما درتش رايو علاه كنت مريض شويه ابراهيم ربي ما قلبك ولد والله لا كنت مريض شويه اش عندك مالك ما كان والو ابراهيم عندي بزاف ما رقدتش ابراهيم كنت نسهر والعيام العيات راجع لي والله لا رقدت هذه يومين وانا نرقد انا فاني شرالي كما كموك شنو رقد صلوا البارح على بديت تعيط لي على الربعة تاع الصباح البارح رقدت البارح ما رقدتش ولن لو البارح كي بديت تقول لي روح راني مع سامي الروسي وكاع وعيط لنا في الجروب وانا قلت لك روح رانا مقصرين في الكاس وانت ما بغيتش تجي وكنت عيان ابراهيم كنت عيان خويا بالك خدمت بالك راك تخدم راني نخدم لازم نخدم ابراهيم شارك نخدم حمزه انا نخدم هنا يا ابراهيم عندي قالك حمزه قالوا لك تصنع كرعين تاع بوزلو صحيح ولا واه انت ما على بالكش هذيك يدير باش تصنعهم ابراهيم راسك هريبان كبير في الكاميرا قالوا لك تصنع الكرعين تاع البوز اللي هو حمزه واه لكن يدير باش تصنعهم كي يدير حمزه عندي المول تاعهم عندي القالب تاعهم ربي يدير باش تصنعهم ابراهيم انا بين حل القهوه ريح لي صاحبي بين حل القهوه تفاني ول
ونحل القهوه ونحل الحانوتات قاشير ثم في مستغالم ماشي شويه قاشير عندكم تفني بغيت ديرها ون لا لا ما قلت لك سدنا ون هي تحسد فيني عليها حمزه لا على كل واحد مكتوب وبريم رزق تاعي انا فني بالحلا بالتلبني ون قالوا لي بصبرك انت دخلت في بالك الفكره تاع القاشير بغيت قاشير مسوينا جاي قاشير ماشيين ثم عندكم شويه ماشيين واه هذا نحلو ثم سجن السماء ثم ورانا مجمعين وخلاص اللي بعناها بعناها واللي لبسناها لبسناها والله ها ورانا السماء انا وصاحبي ديروا لي ابونيا ديروا لي ودي بار دايره فين ابراهيم هادي ما كان والو واحد يا هادي غي هذاك يشكل البارح انا الحانوت انا والله انا قا ما درت عليه غي وريه در عليه قال لك بنديرو حانوت شلون حبيبو؟ واه حبيبو قال لي بعنا الارض بصابعته الارض كي راه بعنا كاع لاشي بلي حنا عندنا الارض وحنا قال لي بعنا الارض وقال لي دينا حق خويا اللي بيعطونا حق ما قال لي بنبيعوها مليار ها هذي خليهم ما تعال ابراهيم الشيطان ما تقولش ديروا لي ابونيا ديروا لي ابراهيم مش هتشري كي تبيعوا الارض مش هتشري شاو مش هتشري كي تبيعوا الارض اي حمزه هذاك محمد الشاوي مش راه يبان وراك راه صاري له والله انا فني والله ماني نشوفه اليوم نعيط له شكا مش راه يدخل اللايف كيفاه والله ماني عارف تعرفه محمد الشاوي عارفه مضاري تجي عندي مضاري انا فني تجي عندي دعمني مضاري انا يجي عندي للدار مزارية كرا ساري له كرا ساري له الله من يعبر او قال سمير روسي قال له بلوكاوني شو اللي بلوكا قال له بلوكاوني من عند ابراهيم ما عمات قاعد شكون يا بعد نعيط لهم بعد ندار معه في الجروب اي بعد عيط لهم بعد والله من بعد نعيط لهم دخلك في الجروب تهدر معه هو ان شاء الله هو هذا مسكين كان يدعمني هذاك وعند ربي مسكين كان شحال من خطرات يدخل يسلي حاجة تابلوكا من عندي والله ما عاد كيفاه توحشته هو ولا توحشت الدعم؟ لا والله توحشناه مسكين والله يوم بعد نعيطوا له وي ان شاء الله ان شاء الله ما راش كاين الدعم ابراهيم ما راش كاين الدعم ناس ملاح مسكين والله ناس ملاح قال لي محمد قال لي الواه ابراهيم واه وذاك جوي الساعة ثلاث انا فات شوية نفطر ثلاث تفطر واه صباح جيعان انا فات شوية ايا ديروا لي ابونيا ابراهيم والورث الكواعد كاع خدمتوهم صاي ما باقيش باغي تجبدوا دراهم برك اولي غيش كنت راه حاجة ما تعب لاني شولك يا حار السيد قال لي السيد قال لي نسخهم في البنكه داروا ورقه مع السيد لا كلبو ما كاش منها ابراهيم هو الوارث الشرعي هذي كلبو ما كاش منها يا ها ها والله اي حل لايف نديرو جوله حل شو لايف واحد قال لك حل لايف نبعث لك سبعه جاول هاوني يكتب لك خويا هذاك نقول له يحل خويا امين هذاك نقول له ويا ساي راك ندير راك نحل راك نحله قال لك حل راك نبعث لك سبع الشاوي دي جات خلا ودخل عندي حل شو الله يبان هدر معه حل محمد شاوي واه حل شو الله يبان هدر معه محمد عمرك طويله كان يسقسي عليك انا بدي تصويره محمد ول وين دورك شيفو ها ويني ها وين تصويرته بدلها ها ويني هذه الباء ها ويني شرده تصويره ودير واحد هكا يتريني في قال اتركه يتريني في الحديد واه ليشان واه واه اي انت شو دير لايف خلينا نجمعو معاه دير لايف نطلعه ها راكو ندير راكو نديره فري مالك اي حمزه فري مالك راك تكومبلي المحزمه وكاع ايها بغيت نوض على هواك ما ظليش تفتف
حمزة. أقول مجرو دير الميت، ها غير نقر دير الميت، يخلط يقلع الميت يقلع الميت. والله محمد تشاوي لا جا عمره طويلة. محمد تشاوي، محمد دير شدو مود طلعك. محمد إبراهيم قلع الميت، قلع الميت إبراهيم، قلع الميت. أو محمد ها. أو محمد أي محمد، والله إلا كان يسقسي عليك توحشك يا محمد. والله يا حمزه غير هذا البورطابل تاعي خي نعرفك العالي من توحشناك يا محمد، ربي يكسرها لك رب. هاني دوك نحكي لكم، زد لي التليفون تاعي يا حمزه. هاي راح لي كلش، راح لي كلش ورحت عند الحانوت هنا دي باناني بعد التليفون بيدير والو لا تيك توك لا حاجه يا حان. واليوم برك والله اليوم كان التليفون على ما تجي عندي كنتي بانتك بتليفون دبرت ولا مازال؟ صاي صاي يعني هذاك شريته جديد حمزه وعندي لا كارونتي بعثته لسامسونج خدموه لي. غير اليوم والله يا حمزه هذا وين انستاليت ابليكاسيون تيك توك، دخلت اقسم بالله غير ابراهيم بنت السبيله انا دخلت سمعت يقول له قال لك حمزه مهم تشاوي هذاك الشيء حكايته عندك عندي مزال ما سمعتوش. والله يا حمزه الله لا يحرمك الله مزال طويله ان شاء الله اقسم بالله غير شاكيت على قلت يا سبحان الله. وعندها واحد في السمانات من اللي حليت فيها لاباب تيك توك تاعي. واش ابراهيم واش راك؟ والله الله غاية محمد والله ابراهيم ما بلوكاونيش من عندك اني انا اللي عندي في السمانات ما حليتش برك. ايه صح ما بلوكاونيش انا اللي زدت التليفون تاعي ودي باناني مول الحانوت بعد التليفون لا يدير والو والله ما فيه والو. وحمزة تاني سقسيت عليك ابراهيم واه هاي هذا الحلفاء راي فيه حمزة، هذا الازهر الحلفاء راي فيه، الحلفاء راي فيه. بعث لي سبعة البارح لزهر صاحبي هذا الحلفاء راي فيه هذا اي محمد نعم هذا لزهر البيستول اللي راي ديره والله ما تأمن البيستول اللي راي ديره. لزهر بارك الله فيك على السبعة تاع البارح الله يحفظك. اي راح دار العرس والله ما عرضنا والله ما قيمنا لا دارها سكيمي يا محمد ودارها في وهرنا والله ما قالنا نروح نتعشى ولا يعرفوا شا يعرف شا يعرض. شكون قال لك درت العرس؟ شكون؟ والله لا قالوا لي درت العرس راك عرضت كاع الناس هاي وري لهم مورك والله لا كاري في وهرن. انا اللي في غزاوي. بالعاني والله لا راك في وهرن. اسمع كنت في وهرن بصح راني في غزاوي. كنت في وهرن بصح راني في غزاوي. الشاوي تجي الحشيه عندي محمد تجي عندي؟ والله يا خلاص يا حمزه العشية مانيش خدام، العشية بربي إن شاء الله نفوت لك. أروان قهوة إن شاء الله. يا ميم الواتساب حمزة، ميم واتساب ما عنديش. بعد ذيك نعاود بعد ذيك النيميرو. إيه أنت النيميرو تاعك ما عنديش يا حمزة، أنت عندي غير الواتساب. بعد نبعثوا لك هي ساي، تاع الواتساب هو عندي الواتساب. إيه أنت أنا عندي غير الواتساب ما عنديش النيميرو تاعك أنا. أنا النيميرو ما عنديش. ما عندي هذيك ما نعرف لا والو. هو براهيم عيط لك مره فات براهيم بلينك قلت له روح عند حمزه نتلاقاو ما عيط لي ما والو والله قلت له روح عيط حمزه لبيك العشاء نتلاقاو نتعشاو مع بعض. معليش ما عيطلاش. معليش تا خويا والله باش نعيط لك حمزه والله ما عندي. هيا ديروا لي ابوني ديروا لي ابوني. الازهر روح حمزه عندي جولة رسمية بعث لي سبعة اليوم في الليل عندي جولة رسمية. انت والشاوي انت ومحمد الشاوي بعثوا لي 10 اسبوع. يا با بروبليم اخويا حمزة رانا هنا. عندي جولة رسمية اليوم المغربي. عندي سكروت راه بلوكيني سكروت بلوكاني. هاكا. سكروت بلوكاني حمزة. حل عليه الباب. سكرت الدنيا يلعبوا عنده قيس كاش واحد في كاش بتيه
هيا ديروا لي ابوني يا هند هو اسكروت 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 بلوكاني ساعه اسمع عطاها 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 ايه الدار تاع واحد يهضروا قلت لها بعد نرسل لك ابراهيم تضرب واحده قلت لها بعد نرسل لك ابراهيم يجيبهم لك قلت له راهم حاسبينك صحيح بيرسلك بدا مشترك في الضحك لا خزيني لا 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 طيب عندي شيطان اسمع قالوا له الفردر العرس وقعد ما عندكش بلوكاني بلوكاني دو بارتي اسمع والله العادي كي داير الجو حمزه تمانا كي داير صافا الجو كي داير والله لا بيان الحمد لله حتى انا اسمي شربك انا تقول تاع الصيف ليها هذا شهر ملي هوت وانا كل يوم نقول نطلع ولا ما طلعت وين راك؟ انا في غزاوه والله هوت هذا شهر عجبتك الحيه والله العظيم اللي عجبتني كل يوم راني نقول هذا النهار غدوه غير غدوه ايه رياش طلعت دير هذه خدمه مورايا والله خدمه بلاد زينه مال زهره زينه زينه كي تكون راقد وهاي دراهم كاين يخلص لك الصرف قعد يكونوا كاينين بصح مساكن هنا يعانيو والله العظيم لا يعاني بلاد ماشي تاع دايما تاع شهر وقلب شهر دي جارك في الملح اه تاع شوفي انا ثاني قلت غدوه اسمع غدوه الاربعاء انا كنت نروح ولا قعدت عام انا كنت نروح ولا قعدت عام ولا عامين ما تنجمش يا ايه ولا ما تنجم حمزه يقول لك عاد ثاني موالف راني موالف اسمع انت تقول قعد عاد ما تنجمش انفوسي عرفنا ابراهيم عرف هادي راح راح والله راح قول الله بيغلق الله يبيه شوي ألم لك أنا إلى جد الحشية أرواح هل يبين أن نحبس اللايف هيا خلاص أبوك أصاب دوين أنا دوين أنا قد نستعني في الابليكاسيون كلش أنا رجعت الواتساب دوك أبين هيا ساي نبعث لك النيميرو ولا كيف هبث لك النيميرو كمان في الواتساب هيا فازي بعد نبعثه لك هيا هاي بثوري في الواتساب او بتاع الواتساب ليش نورمال نعرف بعد الازهر لا يحرك الازهر تحياتي هاي شكرا قولي بركة حمزة لك دا تلاقاو عيط لي بلينك راه جاي الحشية عيط لي بلينك فاني راه جاي وعيط لي هاي خلاص الحشية ما نتلاقاو صراحة تلاقاو بلينك فان راه جاي ساي هاي ساي صح